أود أن أعرف رأي فضيلتكم في هذا الكلام الذي ذكرته الآن، وأن نعرف ما هي الشجرة التي نهي عن الأكل منها. رأيي أنه لا ينبغي أن يكون مثل هذا الكلام مبررا لظلم أو تنصل من مسؤولية، فالله يقول: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ويقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ويقول: كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومع العلم بأنه لا يوجد نص في إغراء حواء لآدم بالأكل من الشجرة، لا ننسى شهادة الواقع ولا ننسى سلطان الشهوة والغريزة على السلوك، والحياة كلها معركة بين الحق والباطل، والأسلحة التي تواجه العقل والدين من أخطرها سلاح الهوى والشيطان ومن يحالفهما في هذا الميدان، والأمثلة كثيرة في عصرنا الحاضر وما سبقه من العصور. هذا وليس هناك تعيين لهذه الشجرة، والأقوال فيها ليس لها سند صحيح، وهذا أمر لا تهمنا معرفته، وتحريم الله لهذه الشجرة عليهما تدبير من الله لعمارة الأرض وتقرير لمبدأ الأسباب والمسببات، وإن كان سبحانه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وكذلك لإظهار علم الله بأنهما لن يكونا معصومين كالملائكة التي لا تصلح لعمارة الأرض، ولكن يتكيفان مع الأرض بمتقابلاتها من خير وشر، وكذلك لتكون الجنة التي يعود إليها الصالحون من ذريتهما جزاء على جهاد وكفاح، حيث تدرك للنعيم لذته فوق لذة نعيم سهل ليس فيه جهاد، كما يدل عليه إحساس كل مخلوق. والله أعلم.